السلام عليكم شباب، معاكم مستر مصطفى اسيستنت مستر هيثم. ان شاء الله ناخد مع بعض النهارده موديل رقم 3 في الامتحانات بتاعه المعاصر. فخلونا نبدا كده مع بعض. نيجي للسؤال الاولاني، بيقول لك if the atmospheric pressure between two position one at the bottom of the mountain and واحد عند الاذر، هو مديك الداون ناقص الاب كله على بعض ب 2.4. فالموضوع هنا شكله ميركري بارامتر، فاروح اكتب القانون بتاع ميركري بارامتر. density الاير في هايت البيلدينج او هايت الماونتن هنا بتساوي ميركري في الريدنج داون ناقص الريدنج اب. طيب هو هنا مديك مين يا معلم؟ هو هنا مديك الريدنج داون، حلو، هو مديك الفرق ما بينهم، هو مديك الدلتا بي. فيبقى الدلتا بي هتبقى عبارة عن ايه؟ دينستي الاير في الجرافيتي في الاتش بتاعت الماونتن على طول، ان هو مديك الفرق ما بينهم. طيب الدلتا بي معاك بكام؟ ب 2 في 10 تو ذا باور 4، ده الفرق ما بينهم. دينستي الاير ب 1.29 في الجرافيتي اللي هي 9.8 في الهايت بتاع الماونتن. كده ايكويشن في النون تجيب الايه؟ تجيب لي منه الهايت بتاع الماونتن 1582، ما تحسبهاش شيفت سولف على الكالكوليتر. فكرته عاديه مش صعبة، هي بس القصة كلها ايه؟ تستنتج هو مديلك ايه بالظبط. شوف اللي بعده. نيجي لسؤال رقم 2 معانا يا شباب، بيقول لك ايه؟ عندك يو شيبد تيوب فيها 3 ديفرنت ليكويدز، مديك الريلاتيف دينستي، فهضرب كل واحدة على طول في 1000، فده 13600، والجليسرين ب 1.3 يبقى 1300، والاويل لما اضربه في 1000 يبقى ب 800. انا كل اللي عملته خدت كل رقم في دول ضربته باي 1000، انت عارف ان الريلاتيف دينستي تاخدها تضربها في 1000 تديها لك بالكيلوجرام على متر كيلو. كلام جميل كده. انا جبت مين؟ الدينستي ظبطتها معايا. طيب الفكره كلها عايز الهايت بتاع الاويل، عايز الهايت ده، فهسمي ده اكس، سمي الهايت بتاع اويل ده سميه اكس. نيجي نحط هنا نقطة ونقطة، سمي دي اكس ودي واي، يبقى بريشر اكس بيساوي بريشر واي. طب مين اللي بيضغط على الاكس عندي؟ أول حاجة عندي الجليسرين، مين اللي بيضغط عليه على نقطة اكس؟ مفيش غير الجليسرين بس، يبقى 1300 في الهايت اللي هو ب 10 في 10 تو ذا باور نيجاتيف 2. كلام جميل، يبقى ده كده ده الايه اللي بيضغط على نقطة اكس. طب اللي بيضغط على نقطة واي؟ شوية اويل وشوية ميرك. الاويل أنا قلت لك إن الدنستي بتاعته ب 800 مضروبة في اكس، الهايت بتاعنا مسميه اكس. طب ده بالنسبه للاويل. طب شويه الميركري دول 13600 مضروبين في ايه؟ انا دي انا عارف ان الهايت من اول هنا لهنا كله 10، جيت سميت لك الحته دي اكس، يبقى الجزء اللي متبقي ده عباره عن ايه؟ 10 ناقص اكس، يبقى في 10 ناقص اكس. حلو، احسب لي بقى من هنا الاكس بتاعتك هتبقى بكام؟ يبقى 1300 مضروبه في 10 في 10 تو ذا باور نيجاتيف 2، الكلام ده المفروض يساوي 800 في الفا اكس زائد 1300 13600 سوري مضروبه في 10 ناقص الفا اكس. احسب من هنا اكس هتطلع لك الاكس بتاعتك 0.096 متر. هتقول لي دي مش موجوده في الاختيارات، اقول لك خد الانسر 0.096 اضربها في 100 هتطلع لك، عشان تخليها بالسنتيمتر نجيبها بالسنتي، تطلع لك 9.6 سنتيمتر، تبقى الاجابه دي. فكره السؤال حلوه ومش صعبه، حلينا زيها قبل كده. نشوف اللي بعده. سؤال رقم 3 بيقول لك a cylinder is equipped with a movable piston. ماشي، مديك الفوليوم الاولاني كان 5 لتر، فوليوم واحد 5 لتر، وتمبريتشر واحد ب 25 سيليزيوس، كده كده هجمع عليها 273 عشان ما اشتغلش بالسيليزيوس. if the temperature of gas زادت ب 35، يبقى زادت ب 35، يبقى خلي بالك، يبقى temperature 2 كان هيبقى عباره عن كام؟ عباره عن 25 زود عليها 35، بعد كده زود عليها 273 عشان تخليها بالكلب. دي قصه تي 2، يبقى التركايه هنا في تي 2 عشان قال لك increase the boy زاد بي مش زاد إيه. ماشي، while keeping the pressure is constant، علم على دي، طالما قال لك pressure is constant يبقى volume 1 على T1
يساوي فوليوم 2 على T2. عايز مين بقى؟ عايز الفوليوم الجديد. طب انا معايا فوليوم 1 ب 5، T1 عبارة عن 25 زائد 273 بتساوي فوليوم 2، ده اللي انا عايزها من حضرتك. T2 عبارة عن 25 زائد 35 زائد 273، جيب لي من هنا فوليوم 2، اعمل كروس مالتيبليكيشن هتطلع لك 5.59. بقى دي فكرة الايه؟ السؤال ده فكرته عادية، يعني القصة كلها تركز في حتة increase by، وقال لك ان البريشر كونستنت، فروح استخدم قانون الفوليوم والتمبريتشر. شوف اللي بعده. سؤال رقم 4 بيقول لك 5 similar iron balls، كل واحدة فيهم الماس بتاعها ب 100 جرام، are put in graduated cylinder containing، موجود فيه اصلا 86.4 سنتيمتر باور 3 water. The level of the water in the graduated cylinder will rise to indicate، هيوصل لايه؟ انا اول حاجه ممكن اجيب الفوليوم بتاع البولز، صح؟ هو الفوليوم بتاع البولز ده عباره عن ايه؟ عباره عن الماس بتاعه البولز على الدنسيتي بتاعه البولز. اه طيب، الماس بتاعه البولز 100، بس خبك ان هم 5، يبقى 5 في 100. وهو مديك الدنسيتي بالكيلوجرام متر كيوب، فانا هحولها. الدنسيتي بتاعه البولز ما هي مصنوعه من ايرون، فاخدها اضربها في 10 to the power negative 3 عشان اخليها جرام على سنتيمتر كيوب عشان اطلع لي اجابات بالسنتيمتر كيوب، فلاقيها 64.1 سنتيمتر بار 3. اللي انا جبته ده الفوليوم بتاعت البولز لوحدها بتاعت الخمس كرات. طب هو عايز الجراديويتد سلندر هيترفع لقد ايه؟ طب هو اوريدي اصلا كان فيه ميه ب 86.4، هتجمعها ما تضيف بقى عليها الكور، زود عليها الفوليوم بتاع الكور اللي هو 64.1، فيدي لك 150.5، تبقى الإجابة سي. فكرته حلوة جدا وصايعة، وقصة الإيه؟ إن أنت عندك خمس كرات والواحدة فيهم 100 جرام، ففكرته حلوة يعني. شوف اللي بعده. سؤال رقم 5 بيقول لك A cylinder equipped with a movable piston، the amount of gas مديك فوليوم 1 ب 10 لتر under pressure P and the absolute temperature. If the piston is pressed to make the pressure of the gas مديك P2 ب 3 P. حلو، at the same time وزود التمبريتشر، وكان بيدي تي، زود التمبريتشر T2 بقت عبارة عن، زودها ب 0.8، فيبقى T2 عبارة عن 1.8 T. ماشي، فعايز الفوليوم. واضح ان التلاتة هنا بيتغيروا، فيبقى B1 V1 على T1 تساوي B2 V2 على T2. طب نيجي هنا B1 ب-B في فوليوم 1 اللي هو ب10 على T1 مسمينه T، بتساوي B2 اللي هي ب3B في فوليوم 2 ده اللي انا عايزه، T2 بقى عندك ب1.8T، طير T والبي والبي، فكأنك بتقول 10 بتساوي 3 فوليوم 2 على 1.8، فمن هنا ايه؟ تجيب فوليوم 2 هتطلع معاك ب6 لتر. حلوة هي القصة كلها، تخلي بالك ان هو زاد ب 0.8 بس. نشوف اللي بعده. سؤال رقم 6 بيقول لك A tank contain two liquids of density، مديك الدنستي 900 والدنستي 800، ماشي. having heights مديك الهايتس في النقطة دي، مديك atmospheric pressure معاك BA ب 1.013 في 10 to the power 5، كلام جميل. and the acceleration مديك الجرافيتي بتاعتك، حلو. عايز التوتال بريشر ات ذا بيز، هنسمي دي نقطة اكس. هو بريشر عند اكس هيبقى عبارة عن ايه؟ هيبقى عبارة عن بي اي زائد، هنسمي ده ليكويد 1، ده ليكويد 2، زائد رو جي اتش 1 زائد رو جي اتش 2، بس ده اللي انت تبقى ايه؟ عارف ان مين اللي هيضغط على النقطة دي؟ الاتموسفيريك بريشر عشان ده اوبن، وشوية الليكويد ده وشوية الليكويد ده. طب البريشر، الاتموسفيريك بريشر 1.013 في 10 to the power 5، ده الاتموسفيريك بريشر، زائد H1، تعال نروح للليكويد الاولاني، مديك الدنستي بتاعته ب 800، لا ثواني بس عشان ما تلخبطش، هو مديلك ايه؟ وما قالكش مين 800 ومين 900، بس انت المفروض يبقى عندك ان اللي تحت ده 900 عشان اللي عنده دنستي كبيره بيقعد تحت، واللي عنده دنستي صغيره هو اللي بيبقى فوق.
بس هي دي القصة يعني، من غير ما قالكش مين فين. فيبقى كده اللي فوق ده 800، يبقى 800 في الجرافيتي، هو قايل لك انها ب 10 في الهايت بتاعتك، 10 في 10 to the power negative 2 ماشي. طب الدنستي التانية بتاعتك 900 في الجرافيتي ب 10 في هايت 2 عبارة عن 30 في 10 to the power negative 2 بس كده. يبقى هنا كانت التركاية في حتة ان الدنستي التقيلة هي اللي بتبقى تحت، والدنستي الصغيرة هي اللي بايه بتبقى فوق بس. فزي ما قلنا التركاية هنا ان الفكرة كلها ان الدينستي الكبيرة بتبقى تحت والصغيرة اللي تبقى لفوق. فاحسب الخناقة دي كلها على الكالكوليتر، هتطلع لك 1.048 في 10 to the power 5، تبقى الإجابة C. دي فكرة الايه السؤال ده. شوف السؤال اللي بعده، سؤال رقم 7 بيقول لك ايه. قول amount of gas عندها الفوليوم بتاعك ب 450 سنتيمتر كيوب at 0 سيليزيوس، when the temperature of the gas changed to an absolute temperature T. قال لك ال pressure constant، فالمفروض V1 على T1 تساوي V2 على T2 ماشي. انا معايا V1 ب 450 ومعايا T1 ب 273. بيقول لك ايه بقى، which of the following choices possible ل T و V، يعني مين في دول، يبقى V2 على T2. احنا هنقعد نجرب والله الموضوع، هنقعد نجرب. فانت كل اللي هتعمله هتاخد في كل اختيار تحط الفوليوم، انت ما تحط 450 على 273 ده هيطلع لك ب 1.65 ماشي. فانت هتقعد بقى تحط كل فوليوم على temperature بتاعته وتشوف مين اللي هيطلع لك 1.65. يعني انت لما تحط ال 550 على ال 100 هيطلع لك 5.5، فدي مش هتنفع بس. فانت هتقعد تجرب كل اللي انت بتعمله، تحط الفوليوم على التمبريتشر وتشوف مين فيه ما يطلع لك 1.65، فتلاقي الاختيار الصح في الاخر هو دي. موضوع سيستماتيك جدا، وعرفته من قال بريشر كونستنت، عشان كده جريت كتبت الايه القانون ده. نشوف السؤال اللي بعده، سؤال رقم 8 بيقول لك two mercury parameters tube are placed in one mercury piscine ماشي. The cross section of area of the first is double the second. عايز ال ratio between heights. ال ratio between heights هنا طالما هما ال 2 mercury محطوطين في نفس ال level تبقى 1 to 1. هتقولي بس هو double ال area، هقولك يا عبيط ما هو في ال mercury parameter انا ماليش علاقة بال area. هقعد اقولك زودت ال area triple، خليتها 4 مرات 20 مرة، انا ماليش دعوة بال area في ال mercury parameter. قانون اصلا ما فيهوش area، ما بيعتمدش على ال cross section area. طيب نشوف اللي بعده، سؤال رقم 9 بيقول لك ذا اوبزيت فيجر عندك يو شيبد تيوب، عايز الدنستي اوف ذا اويل، عايز الدنستي اوف ذا اويل. طب نشد من عند الديتم ده واسمي نقطه اكس ونقطه واي، المفروض بريشر اكس بتساوي بريشر واي. طيب تعالى عند اكس، مين اللي بيضغط عندي شويه الزيت اللي فوق، فيبقى دنستي الاويل مضروبه في الهايت بتاع الاويل اللي هو 10 بيساوي البريشر عند واي شويه الميه دول. طب شويه الميه دول الهايت بتاعهم كام؟ انا قلت لك الهايت من اول هنا لهنا 10 والحته الفاضيه دي ب 2، يبقى الهايت بتاع الووتر دول 8، 10 ناقص 2. دي قصه السؤال، الووتر ب 1000 في الهايت بتاعها ان احنا استنتجناه ب 8 بس. حط دي على الكالكوليتر وهي مش محتاجه، ودي ال 10 الناحيه الثانيه بالديفايدد، يبقى 1000 في 8 8000، 8000 على 10 ب 800، سيبها على الكالكوليتر اسرع، يبقى تطلع لك ب 800، يبقى الاجابه بي. يبقى دي فكرة الايه السؤال ده، فكرته عادية، يو شيب ده عادية جدا. شوف اللي بعده، 10 بيقول لك افورس الاف بتاعتك ب 200 نيوتن is exerted on a piston، مديك الاريا بتاعته ب 5.4 سنتيمتر. انا ما اشتغلش بالسنتيمتر سكوير، يبقى في 10 to the power negative 4 على طول ماشي. عايز البريشر at a point inside aliquot. طب ما البريشر هتساوي ايه؟ اف على اريا. فانت كل اللي هتعملها تحط ال 200 على 5.4 في 10 to the power negative 4، تطلع لك كام؟ 3.7 في 10 to the power 5، 3.7 في 10 to the power 5، تبقى الاجابه دي. ده تعويض مباشر في قانون الايه؟ البريشر. طيب نشوف اللي بعده، سؤال رقم 11 بيقول لك ايه؟ انا amount of air عنده فوليوم، مديك فوليوم واحد ب 2.1 في 10 to the power negative 3، مديك بريشر واحد ب 1.013 في 10 to the power 5، مديك تمبريتشر واحد ب 303 كلفن ماشي.
if the air pressure is increased ادالك بي 2، واضح ان هنا كلهم هيتغيروا. فده شكلها جنرال جاز لو يا شباب 1.01 في 10 to the power 6. ماشي كده معايا بي 1 وبي 2، والفوليوم بقت 3 في 10 to the power negative 4، هات لي تي 2. واضحة جدا خلاص كده بقت الجنرال لو، يبقى بي 1 في 1 على تي 1 بتساوي بي 2 في 2 على تي 2. طب تعال نشوف هنا pressure 1 1.013 في 10 to the power 5 في volume 1 هو عبارة عن 2.1 في 10 to the power negative 3 على temperature 1 303. الكلام ده بيساوي بي 2 ب 1.107 في 10 to the power 6، في 2 عبارة عن 3 في 10 to the power negative 4، تي 2 ده الانون. تعمل كروس مالتيبليكيشن او دخل الخناقة دي كلها على كالكوليتر تجيب لي ايه تي 2، هتجيب تي 2 هتطلع معاك ب 473 كلفن، مش موجودة في الاختيارات فنروح عاملين ايه، بس في الاختيارات في سليزيز، فهتروح واخد 27 تاخد 473 شيل منهم 273 هتطلع لك 200 سليزيوس، تبقى الإجابة A. يبقى دي فكرة الـ A. السؤال ده نشوف اللي بعده. نيجي للسؤال رقم 12 من الأسئلة الحلوة. تمام بيقول لك إيه from the opposite figure. ماشي from the opposite figure the pressure difference between gas X and the atmospheric pressure عند الاتموسفير بريشر. طيب ده عبارة عن مسألتين خلينا نقسمها مسألتين من هنا. فتعال شد عند الديتم ده بالمنظر ده كده، فانت هتيجي عند النقطة دي هتسميها اكس والنقطة دي تسميها واي. ايه اللي بيضغط على اكس؟ اللي بيضغط على اكس بي اكس المفروض بتساوي بي واي. ايه اللي بيضغط على اكس؟ بيضغط على اكس هي البي بتاعت اللي هو جاز اكس، فانا اسميها بي اكس زائد مين دي كلها 3 اتش، والحته الصغيره دي اسمها اتش يعني الهايت الفعلي ده 2 اتش، يبقى بي اكس زائد 2 اتش الكلام ده بيساوي بي واي. الناحيه دي مفيش حاجه عندها بتضغط غير جاز واي، فدي كده اول ايكويشن. ده كده المساله الاولانيه طلعت ان البي واي بتاعتك بتبقى عباره عن بي اكس زائد 2 اتش. على نفس الفكره تعال نحل بايه هنا، شد ديتم كده بالمنظر ده يا معلم، اقف عند النقطه دي، فهتقول ان بريشر واي اللي بيضغط من الناحيه دي هسمي دي نقطه واي بقى ودي نقطه اكس، اللي بيضغط من ناحيه واي فبريشر واي المفروض بيساوي بريشر اكس، اللي بيضغط على النقطه دي مفيش غير الجاز اللي اسمه واي يبقى بي واي المفروض بتساوي اللي بيضغط على نقطه اكس عباره عن البي اي زائد ده كله 4 اتش والحته دي 2 اتش فيبقى زائد ايه 2 اتش هنا زائد 2 اتش. دي كده تاني ايكويشن. هو طالب مين؟ طالب عايز البريشر ديفرنس بتوين بي اي، بتوين البريشر اوف جاز اكس اند البي اي. طيب اعوض ب 1 ان 2 سبستيتيوت 1 ان 2 يعني ايه الكلام ده؟ يعني تعال عند الايكويشن دي كده شيل منها بي واي وحط بدلها بي اكس زائد 2 اتش المفروض بتساوي بي اي زائد 2 اتش. طيب هو عايز مين بقى؟ هو عايز الديفرنس ما بينهم، يبقى بي اكس ناقص بي اي بتساوي 2 اتش ناقص 2 اتش فتدي لك 0، يبقى الديفرنس ما بينهم 0. فكرته حلوه ان هو خلاك تحل 2 مانومتر كده على الضيق بعد كده ايه ترجع تشتغل تاني، ففكرته لذيذه ومش صعبه خلي بالك، يعني هي من الافكار الحلوه. شوف اللي بعده. سؤال 13 بيقول لك عندك in construction building engineer put the heavy equipment on wide steel board عشان يقلل pressure due to the weight of the this equipment. If placing an equipment حط mass 454 كيلوغرام in horizontal steel board وطلع pressure 5 في 10 to the power 4 نيوتن على متر سكوير، عايز الاريا. طب ما انا عارف ان pressure بتساوي force على area، هو عايز الاريا. طب انا معايا البريشر 5 في 10 to the power 4 الكلام ده بيساوي الفورس، هقول لي معيش الفورس ولا لك؟ لا اقول لك لا هي معاك بس بطريقه غير مباشره، فمعاك 4 5 4 ده اللي هو الماس في الجرافيتي اللي هي 9.8 على الاريا unknown تجيب من هنا الايه؟ T2.
تجيب من هنا الاريا هتطلع 8.9 في 10 to the power negative 2 متر سكوير. بس هي دي فكرة السؤال ده، فكرته عادية مش صعبة. شوف اللي بعده، سؤال رقم 14 بيقول لك a force 50 نيوتن اكت هيدروليك بريس على السمول بيستون، يبقى مديك اف سمول ب 50، مديك radius سمول ب 1.5 سنتيمتر to lift a mass، عايزه ترفع مديك الماس بتاع البيج بيستون ب 245 كيلو جرام. given that two piston are balanced زي نفس الليفل، ومديك الجرافيتي ب 10، عايز الميكانيكال ادفانتج. الميكانيكال ادفانتج لازم يبقى معاك ريشيو كامله. طب ما انا معايا ريشيو كامله وانت مش واخد بالك هنا، المفروض الميكانيكال ادفانتج اف الكبيره على اف الصغيره. طيب انت معاك اف الصغيره ب 50، اف الكبيره معاك بس بطريقه غير مباشره 245 مضروبه في الجرافيتي اللي هي 10، هتطلع لك 49، فكده دي مستبعده ودي مستبعده، فهي يا اي يا سي، يبقى تطلع لك 49. انا كده جبت الميكانيكال ادفانتج. خد الميكانيكال ادفانتج دي سويها ب radius، انا عارف ان radius الكبير سكوير على radius الصغير سكوير. طيب يبقى ال 49 دي معايا، radius الكبير سكوير مش معايا، على radius الصغير سكوير انا معايا ان هو بواحد ونص، يبقى واحد ونص سكوير. حط الايكويشن دي على الكالكليتر، شيفت سولف تجيب لي الايه من الاور، هتطلع لك ب 10.5 تبقى سي. فكرتها حلوه، درس ميكانيكال ادفانتج صرف تكون تعرف تتعامل بيه يعني. شوف اللي بعده، سؤال رقم 15 بيقول لك انا amount of gas عنده الدنستي، مديك دنستي ب 1.25 ومديك بريشر ب 1 ب 1 اي تي ام. if the pressure بقى عندك بريشر 2 ب 1.5، خلى التمبريتشر كونستنت، خلى التمبريتشر كونستنت. طب ايه القانون؟ طب القانون عندك ان بريشر 1 على دنستي 1 في تمبريتشر 1 بتساوي بريشر 2 دنستي 2 temperature 2. طب انا بقول لك ثبت الايه temperature خليته constant، يعني طير التي مع التي، فبقى عندك pressure 1 ب 1 على density 1 اللي هي 1.25، pressure 2 بقت ب 1.5 على density 2 دي اللي انا عايزها. تجيب لي density 2 اعمل cross multiplication هتطلع لك ب 1.875. القانون ده جه منين؟ ده القانون الثاني بتاع الجنرال جاز لو. ان انا القانون الاولاني يعني P1 V1 على T1 equal B2 V2 على T2، القانون التاني منه الفكرة كلها فك ده لماس اوفر فوليوم، ماس اوفر دنستي سوري، والماس زي بعض عشان هما نفس الجاز، فتودي لك ان بريشر واحد على دنستي. رقم 16 بيقول لك ايه؟ A mercury manometer was used to measure the pressure of a certain amount of trapped gas. So the difference between the vertical height of the mercury was h1. حلو، يبقى الهايت الاولاني كان الفرق ما بينهم كان h1. When the same experiment was repeated to measure the same gas pressure using water instead of the mercury طلعت لي height 2. فبيسأل height 2 ماله ب height 1. طب واحدة واحدة، هو انا مش عارف ان الدلتا ب بتساوي رو جي اتش. حلو، رو جي اتش، وانا عارف ان دينستي الاتش بتاعتك عباره عن 13 مره ونص دينستي الميه، ان واحده فيهم 1000 والثانيه 13600، فبقول ان دينستي الميركري بتساوي 13.6 دينستي الوتر. طيب هو هنا عايز مين؟ فانا ممكن اقول ان اتش 2 ان دينستي ميركري على دينستي ووتر عباره عن ايه؟ عبارة عن H2 على H1، فيبقى ممكن انها بتساوي 13600 13.6 دينستي الوتر على دينستي الوتر، فيبقى انت كده عندك H2 على H1 بتساوي 13.6. فانا هنا عايز H2 بتساوي كام؟ يبقى H2 بتساوي 13.6 H1 بس. لا الفكرة كلها يبقى تبقى C. هي الفكرة كلها هنا ايه؟ قصة الفرق ما بين الدنستي هيبقى زي الفرق ما بين الايه الهايت. ان لو انا بتكلم في المانومتر فانا عارف ان الدنستي ووتر على دنستي الميركري المفروض انها بتساوي هايت الميركري على هايت الووتر، بس هي دي القصة يعني. ان انت ما استخدمت ووتر
هيطلع لك هايت اعلى تمام من لما تستخدم ميركري، عشان ميركري عنده دينستي تقيله فالهايت بتاعه قليل تمام، انما الووتر عندها دينستي قليله مقارنه بالميركري فالهايت بتاعها اعلى. دي القصه يعني. شوف اللي بعده، سؤال رقم 17 بيقول لك a girl ويت بتاعها الاف بتاعتها بكام؟ ب 600 نيوتن. ماشي. standing on the ground if the total contact area between the feet of the girl and the ground مديك الاريا ب 0.025، عايز البريشر. موضوع عبيط جدا، بريشر ايكوال فورس على الاريا، حطهم على بعض، فورس ب 600 الاريا ب 0.025 تدي لك كام؟ تدي لك 2.4 في 10 to the power 14. تبقى الاجابه دي. يبقى دي فكره السؤال، او هي ما فيهاش فكره وتعويض مباشر في قانون الايه؟ البريشر يعني. شوف السؤال اللي بعده، سؤال رقم 18. نيجي لسؤال رقم 18 بقى، بيقول لك ايه؟ دنتال تشير الويت بتاعه، يبقى انا معايا الاف ب 1600. ماشي. Proceed on a piston of cross section area، مديك area ب 1440 سنتيمتر سكوير. So the magnitude of the force that should be exerted on the small piston، هات لي اف الصغيرة، مديك الاريا الصغيرة بكام؟ ب 72 سنتيمتر، هم على نفس الهوريزونتال ليفل. فأنا عارف إن المفروض اف كابيتال على اريا كابيتال المفروض تساوي اف سمول على اريا سمول. تعالى نعوض في القانون ده، اف كابيتال معايا ب 1600، اريا كابيتال معايا ب 1440، اف سمول دي اللي أنا عايزها من حضرتك، اريا سمول معايا ب 72. نجيب اف 2 كروس مالتيبليكيشن، عادية جدا، تعمل كروس مالتيبليكيشن او شيفت سولف اللي يريحك على الكالكوليتر، تجيبها لي ب 80، تبقى الاجابه ب. تعويض مباشر في قانون الميكانيكال ادفانتج، او بريشر هنا بيساوي البريشر هنا. شوف اللي بعده، سؤال رقم 19 بيقول لك the opposite figure show a cylinder of uniform cross section area. ماشي. equipped with a frictionless movable piston، ماشي، trapping a quantity of volume vol at zero Celsius، لو temperature ده زاد لخمسة أربعة ستة، while keeping the pressure is constant. طالما قال لك pressure constant يبقى V1 على T1 بتساوي V2 على T2. طيب عايز اللي change in the gas volume، عايز اللي change in the gas volume. طيب انت معاك volume 1 بvolume، ودرجة الحرارة كانت بزيرو سليزيس اللي هي 273 كلفن، بتساوي فوليوم 2. هو الفكره بقى كلها هنا قصه الترابد بقى. فوليوم 2 هيبقى عباره عن ايه؟ عباره عن الفوليوم الاولاني زائد شويه الدلتا، هذه القصه، على التمبريتشر بقى قال لك 546، بس انا ما اشتغلش بالسيليزيوس يبقى زائد 273. حلو. فاحسب من هنا هيطلع لك ان الدلتا فوليوم بيساوي 2 فول، لا عملت كروس مالتيبليكيشن بي. ده حل اولاني ناس ممكن تسترخمه شويه. طب الحل التاني، مش احنا واخدين اكسبانشن كوفيشنت يا معلم؟ صح، مش احنا واخدين ان الفا في هي عباره عن الدلتا فوليوم على الفوليوم نود في الدلتا تي؟ طب ما تيجي نستخدمه. انا عايز مين؟ انا عايز الدلتا في، يعني ودي ده كله الناحيه الثانيه بملتبلاي. يبقى دلتا فوليوم المطلوبه منك عباره عن الفا في في الفوليوم عند درجه حراره زيرو في فرق التمبريتشر. طيب الفا في معايا بواحد على 273، فوليوم نود هو مسميه فوليوم. طب الدلتا تي الفرق كام؟ هتاخدهم بقى الفرق السليزيس، يبقى 5 4 6 ناقص زيرو. فهتلاقي دي احسبها على الكالكوليتر، هتلاقي نفسك ان انت حطيت 5 4 6 على 2 7 3 تدي لك 2، يبقى 2 والفوليوم ينزل زي ما هو. بس عايز تفكر كده تمام، عايز تفكر كده تمام، الاثنين هيودونا لنفس الحل، مفيش مشكله، والاثنين تفكيرهم حلو جدا. شوف اللي بعده، نيجي لسؤال رقم 20 بيقول لك a gas bubble at the bottom of the lake، يبقى gas bubble حلو at the bottom of the lake حلو ارتفعت so that volume 2 بقى دبل، تو ذا فوليوم انكريز تو ذا دبل. فوليوم 2 عباره عن 2 فوليوم 1،
considering the temperature is constant. هات ال depths of the lake. هات لي depths of the lake. طالما قال لك ال temperature constant يبقى B1 V1 equal B2 V2. طيب خلينا نقول B1 هنا كان ايه اللي بيأثر عليا. ال B1 هنا اللي كان بيأثر عليا، انا عايز ال depths ده، عايز شوية ال depths ده. هو انا مين هنا اللي بيأثر عليا؟ B1 هيبقى جاي عليك ال BA اللي هي 10 to the power 3 زائد شوية المية الرو في الجرافيتي 10 في الهايت اللي هو هنسميه دي. حلو، يبقى ده كده بريشر 1. في فوليوم 1 اللي هو هسميه في بتساوي بريشر 2، بقى مين اللي يضغط عليك اما طلع عن سطح السيرفيس فوق؟ بقى يضغط عليك هي البي اي اللي هي 10 to the power 5 بس في فوليوم 2. فوليوم 2 عبارة عن ايه؟ 2، هشيل بقى فوليوم 2 واحط ده على 2 فوليوم 1 عشان فوليوم 1 تطير مع فوليوم 1، يبقى كده ايكويشن في انون وهي دي بس. فيبقى عندك 1500 10 to the power 5 زائد 1000 في 10 في دي، الكلام ده بيساوي 2 في 10 to the power 5. حط الخناقه دي على الكالكوليتر طلع لي منها الدي او الاتش بتاعت التيوب، طلع لك ب 10 متر، الدبس بتاعك ب 10 متر بس كده، تبقى الاجابه بي. يبقى دي فكرة الايه؟ السؤال ده فكرته حلوة مش وحشة. شوف اللي بعده. سؤال رقم 21 بيقول لك in an experiment to determine the pressure increasing coefficient البيتا بي. يبقى كده لازم اكتب القانون بتاع البيتا بي. يبقى البيتا بي كان بيبقى بيساوي ايه؟ البريشر عند درجة حرارة معينة ناقص البريشر عند الزيرو سيليزيوس على البريشر عند الزيرو سيليزيوس مضروب في دلتا تي. بيقول لك اهو ومثبت الفوليوم. The pressure of the given amount عند الزيرو سيليزيوس كانت ب 10 to the power 5 وهيتد، اما بقت التمبريتشر 273 بيكم 2 في 10 to the power 5 هات البريشر. طيب يبقى التي دي عندك مسميها النهارده عند درجه حراره 273، يبقى البريشر عند درجه حراره 273 ب 2 في 10 to the power 5 عند درجه حراره 0 ب 10 to the power 5. هنا عندك البريشر عند الزيرو يبقى اللي هي في 10 to the power 5 مضروب في فرق التمبريتشر. فرق التمبريتشر كام؟ 273 ناقص 0، 273 ناقص 0 بيطلع لك اللي هو الرقم الثابت 1 على 273 كلفن نيجاتيف 1 بس كده. دي فكرة السؤال ده. هو كويس عشان خلانا نكتب القانون ونفتكر القانون بتاع مين؟ بتاع الفوليوم، بتاع البريشر اكسبانشن كوفيشنت او انكريزنج كوفيشنت. شوف اللي بعده. سؤال رقم 22 بيقول لك ايه؟ A U-shaped tube contain quantity of water و another liquid that is impressible with water is poured gradually in one of the, its arm. The object graph show the relation between the height of the water and the height of the liquid above the separating surface. هات لي relative density in term of theta. هات لي relative density in term of theta. انا واحد مش مجمع بس معايا جراف اهو، فنجيب السلوب. السلوب عبارة عن H water على H liquid، والكلام ده المفروض ان هو بيساوي tan theta. طيب هو عايز مين؟ عايز relative density in term of the theta. in term of the theta ايه القصة كلها؟ تبقى عارف ان الدنستي بتاعت الليكويد على الدنستي بتاعت الووتر المفروض انها بتساوي العكس، h water على h liquid. كلام جميل. فانا كده ممكن بقى اشيل اتش ووتر على اتش ليكويد دي واحط بدلها تان سيتا، يبقى معايا دينستي ليكويد على دينستي ووتر، دينستي ووتر بتساوي تان سيتا، تان سيتا بس. خلاص انا كده جبت الايه؟ جبت الايكويشن لو عايز. يبقى الدينستي بتاعت الليكويد بتساوي تان سيتا مضروبه في دينستي الووتر. حلو. طب هو عايز ريلاتيف دينستي. طب ما هو الريلاتيف دينستي هي القصه كلها، ما يبقى عندك ريلاتيف دينستي خلاص بقى هتبقى دي ب1 بس. فيبقى الريلاتيف دينستي بتاعت الليكويد عباره عن تان سيتا. هي منتال شويه او مليانه قوانين بس عبيطه يعني. شوف اللي بعده. سؤال اللي قبل الاخير، سؤال رقم 23. An iron of cube side length 12
وماس 7، ومديك الايرون دينستي ب 780، بيسأل كيوب ده سوليد ولا هولو. سؤال جميل. تعال نحسب الدينستي. هي الدينستي عبارة عن ماس وفولوم. طب الماس معايا ب 7، ايه الفوليوم بتاع الكيوب؟ عبارة عن ال باور 3. ال باور 3 دي بقى 12، خلي بالك دي سنتيمتر، ما اشتغلش بالسنتيمتر، يبقى في 10 تو ذا باور نيجاتيف 2. الكلام ده تو ذا باور 3 طلعت لي 40 50.93. هتقول لي هو انت ازاي رحت حسبت الدينستي وانت معاك دينستي الايرون؟ هقول لك ما هي دي القصه بقى. انت هنا لقيت ايه؟ اما رحت حسبت الدينستي للحاجه اللي معاك لقيتها 4050 مش 7800، فلقيت ان الدينستي كالكوليتد اقل من الدينستي الريل اللي هي المفروض 7800. فطالما ان الدينستي هنا قليله، لان هنا 4050.93 اقل من 780 7800، طالما هم اقل فده معناه انها هولو، انها لو كانت سوليد كانت هتطلع مقفوله، كانت هتطلع 7800 مقفوله. بس هي دي الفكره، معناها ان هنا في حاجه ناقصه، فالناقص ده يبقى ماتيريال تاني او انها مفرغه، فيبقى كده هولو. يبقى دي سؤال حلو جدا، ما شفت ازاي قبل كده، بس هو بيعتمد ان انت جبت الدينستيز وقارنتها ببعض. يعني شوف اللي بعده. سؤال رقم 24، وده اخر سؤال معانا في اكزام رقم 3. بيقول لك ده اوبزيت فيجر، عندك شير ب 4 ليجز. A company for plastic cups manufacturing claim that putting a plastic cup below the هيحط كوبايه بلاستيك تحت كل رجل هيقلل الفلور دامج. ليه؟ طيب بيقول لك الايفالويشن ده طبعا كلامهم صح. ليه؟ ان انا عارف ان البريشر بيساوي فورس على اريا، تمام. انا عارف ان الفورس بتاعت التشير وزنه ثابت، فالفورس ثابت، يبقى البريشر. هو انت هنا لما تجيب بلاستيك كاب اللي يحصل، انت عملت ايه؟ زودت الاريا. يعني هي رجل الكرسي كده لوحدها كانت كده، اما حطيت بلاستيك كاب خليتها بقت اكبر، ان انت زودت الاريا فقللت البريشر بتاع الكرسي على الارض، فبالتالي انت كده قللت الفلور دامج. فسؤال حلو جدا، بيشوف بس انت فاهم العلاقه ما بين البريشر والاريا انها انفرس ولا لا. يبقى كلامهم صح، عشان العلاقه ما بين البريشر والاريا انفرس، وهو كده هو زود الاريا فقلل البريشر فهيقلل، هو هنا زود الاريا فقلل البريشر فهيقلل الفلور دامج. كده يا شباب نكون خلصنا الامتحان الثالث سوا. رب تكونوا بتستفادوا من الفيديوهات دي وبتفهموا الاسئله، واي حد عنده اي سؤال مش عارفه بعت لي يا شباب على نمرتي دي. بالتوفيق ليكم يا شباب، واشوفكم في اكزام 4.